أحييكم في كل مكان. بعد جلسة أولى عقدت في إسطنبول من أجل ترتيب أوراق سعر صرف الدولار بشكل يختلف عن الفترة الحالية، حضر التفاؤل في المساحة السياسية والحكومية بإمكانية أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، والحديث هنا عن هذا الملف الذي أصبح يتصدر حديث وسائل الإعلام والاجتماعات السياسية أيضا. ولكن الأمر ما زال حتى اللحظة مرتبط باجتماع حاسم يعقد في الثامن من شباط الحالي لحسم كامل النقاط التي ترتبط في القضايا التي يبحث عن تنفيذها من الآن البنك الفيدرالي الأمريكي على جملة شروط كان من المفترض أن تعمل حكومة الكاظمية على تنفيذها قبل سنتين من الآن. الإجراءات بدأت واضحة وسريعة من قبل الفيدرالي الأمريكي بالتزامن مع تشكيلة حكومة السيد السوداني، الأمر الذي أربك حسابات الحكومة وتحالف إدارة الدولة بشكل عام، على اعتبار أن الحديث كان حاضر قبل تشكيل هذه الحكومة بإمكانية العودة إلى سعر صرف الدولار القديم، وبالتحديد من رئيس الوزراء الذي كان يتحدث كثيرا عن هذا الملف. في استوديو العاصمة لهذه الليلة نتحدث عن إمكانية الوصول إلى نقاط تفضي إلى معالجة هذا الملف بشكل سريع لاعتبارات كثيرة تتعلق بقضايا مجتمعية قد تكون حاضرة إذا ما استمر هذا الصعود خلال الفترة القريبة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وإمكانية أن يساهم في إشعال السوق بشكل أكبر مما هو عليه الآن، وفي النتيجة يترتب على ذلك حراك احتجاجي مجتمعي في ظل وجود تيار سياسي قرر الابتعاد عن المشاركة منذ فترة، وإمكانية أن يعود بالتزامن مع هذا الملف إذا ما غابت الحلول بعد اجتماع الثامن من شباط. أحييكم وأناقش هذا الملف مع ضيوفي هنا في الاستوديو، رئيس حزب واثقون الأستاذ علي الشريفي، رحب بجنابك أستاذ علي، وأيضا عضو تحالف الفتح الأستاذ علي الفتلاوي، رحب بجنابك أستاذ علي، وأيضا سيكون معي من واشنطن مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السيد جابرييل صومة، أستاذ العلاقات الدولية، رحب بجنابك أستاذ جابرييل، كل الترحيب. مرحبا، حياك الله. ولأبدأ منكم أستاذ علي، الأي حد تعتقد أن هذه الجلسة بحكم المؤشرات، بحكم البيان الذي صدر من الخزانة الأمريكية وكذلك من البنك المركزي والحديث الذي صدر من الحكومة، أن الأمور ذاهبة باتجاه الحل، أم أنك تعتقد علينا الانتظار لحين عقد جلسة مباشرة في واشنطن؟ يلا، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحية لك سيدي الكريم. حياكم الكريم. تحية جميع المتابعين الكرام. صراحة هنالك نظرة إيجابية تفاؤلية قد تكون موجودة في الساحة السياسية العراقية الموجودة خلال هذه الفترة، لا سيما بعد الجلسة الأولى التي عقدت ما بين محافظ البنك المركزي ومساعد البنك المركزي للولايات المتحدة، وقد اتفقوا على صيغة معينة منها أطلقت خلال بعد الجلسة أطلقت عدة حزمة من القرارات التي قد تأخذ مساحة أكبر في السيطرة على الدولار وعلى تهريب الدولار، الذي نحن نعلم بأن هذا الخطأ الذي ارتكب خلال السنتين الماضيتين لدى حكومة السيد الكاظمي كان خطأ جسيما، وكانت الأبواب مشرعة لتهريب الدولار دون رقيب ولا حسيب. هو الأمر ما مرتبط بحكومة الكاظمي. لا سيد الكريم، بس لا أقصد التهريب. التهريب من سنوات. نعم فعلا، لكن أنا بإذني سمعت عن طريق عن لسان السفيرة الأمريكية قالت أنه قبل سنتين كان هنالك مشروع متفق عليه، لكن شاءت الصدفة أن يكون كشف هذا الملف في وقت السيد السوداني. هذا عن قصد من الحكومة السابقة اللي هو سوء تقدير شوفه، يعني سوء تقدير من الحكومة السابقة. أي نعم، انه ما عالجت. احنا من لا، اكيد سوء تقدير، احنا ما نريد نجزم ببعض الامور التي قد تكون تضر بالعراقيين بصوره عامه يعني، لكن اليوم احنا كسياسه لا نؤمن بالصدفه، يعني ماكو شيء اسمه صدفه. انا اقول هو شيء معد، وهذا الاعداد الى قبل سنتين. نعم، امريكا استطاعت ان تمسك شركات وهميه وصيرفات وهميه ومنصات وهميه، تستطيع أن تهرب ما تهرب عن طريق عدة منافذ. هسه اليوم على مود لا نحصرها في جهة معينة، لدينا عديد المنافذ الغير رسمية. كل الحديث عن إيران صدق. لا سيد الكريم، هذه مغالطة، هذا التوجيه الإعلامي للأسف
يستهدف جهة معينة اللي هي إيران. خب احنا اليوم لدينا منافذ الأنبار اللي تطل على سوريا والأردن، هذا تعتبر منافذ كبيرة، منافذ الشمال اللي كردستان منافذ كبيرة تطل على تركيا، ومنافذ اللي هي المنافذ الجنوب اللي تطل على إيران. احنا شو نقول؟ نقول كل دول السوار اللي دار مدار العراق قد تكون مشتركة بهذا الموضوع هذا. يعني اليوم لدينا بعض السياسيين لديهم توجهات، وهذه التوجهات لا تصب في من خلال تهريب الدولار، لا تصب في مصلحة العراق والعراقيين. هذه مشكلة كبيرة. اليوم عن طريق محمد الشياع السوداني استطاع أن يقوض هذا الموضوع هذا، بحيث استطاع أن يغلق بعض الصيرفات والمصارف، وملاحقة أيضا هنالك قوانين صارمة بهذا الاتجاه. إذا نستطيع أن نفهم بأنه حكومة السوداني جادة وقادرة على أن تمسك الأمور. جيد أستاذ علي، أنا أعود لحضرتك وأناقش مفردة الصدفة، ولماذا الآن مثلا أخذت الأمور بهذا التصاعد؟ ليبدأ الحديث مع حضرتك أستاذ علي، ورحب بك مرة ثانية. خليني أسألك، وين تشوف المشهد رايح بالأيام الجاية؟ ننتظر يوم 8 شباط وجلسة مباشرة، لكن المعطيات، المؤشرات، التصريحات السياسية، الإجراءات الاقتصادية، تشوفها وين رايحة بينا؟ لحل هذه الأزمة لو لا؟ ربما الأزمة ستأخذ وقتا أطول مما يتم الحديث عنه الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على استضافتكم، وتحية طيبة لحضرتك ولجميع مشاهدي قناة سامراء، وللضيف الكريم ولضيفنا الآخر. بداية، من الممكن أن نجعل ما تفضلت به وما تفضل به الأخ الضيف بأنه ضمن خانة التفاؤل المشروط. وأختلف كثيرا مع كلام الأستاذ علي الفتلاوي بموضوع قضية أنه الأمر محصور بحكومة الكاظمي. لا، نحن نعاني من تراكمات السياسات الخاطئة في السياسة المالية والمصرفية. لدينا مشكلة في مزاد العملة لم تنشأ في عهد الكاظمي فقط، بل هي متوارثة من الحكومات السابقة. وكثير من شبهات الفساد كانت تناوش هذا الملف، وأن المصارف التي تتناوب على أخذ الدولار من البنك المركزي بالسعر المدعوم وتبيعه فوق أجندة خاصة بها، سواء داخليا أو تهربه خارجا، هي مصارف تابعة لجهات سياسية. الكل يعلم ذلك، وفضيحة علي غلام وغير علي غلام، وهذه المصارف التي يوميا يصدر اسم عليها عقوبات بالقائمة السوداء، هي تابعة لحركات سياسية يبدأون بسلخ جلودهم وينشؤون مصارف جديدة. لأن قواعد اللعبة المصرفية، قواعد اللعبة البنكية يمتلكها رؤوس الفساد والحيتان. ومرارا وتكرارا الشخصيات السياسية ركزت، بعض الشخصيات في صحوة الضمير ركزت على أن هذه المصارف هي سبب بلاء ازدياد وانخفاض والتلاعب بقضية الدولار. المشكلة ليست حصرا على تعامل الدولة معها، لأن الحل بيدنا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما للزمان عيب سوانا. اليوم أضحكني خبر وزارة الاتصالات العراقية أهم تطي بعض التوصيات لتجنب تهريب الانترنت الدول، وعندنا تهريب نفط وعندنا تهريب دولار. هاي مو دولة، وين سياسات الرصينة؟ شو توصف دولة؟ دولة المماليك. هذا المماليك الذين يتحاصصون على أخذ الوزارات، وكأن الوزارة هي ملك صرف لهم. هناك فرق بين الاستحقاق والمحاصصة، والفرق بين الاستحقاق والمحاصصة هو شعرة واحدة. الاستحقاق هو ما يناله الحزب السياسي جراء اشتراكه بالانتخابات وثقة جمهوره الذي يمكنه من عدد من النقاط، وهذا اللي هذا الموجود في باقي الدول. ولكن عندما هو اللي يصير هنا نفسه، ما عندنا ما شفنا وزراء يحلفون بالقرآن رئيس الحزب، وقبل أيام الحكم في محاكم النزاهة ألم نشاهد فضائح كثيرة؟ أنه البورصة مع الوزارات وشراء الوزارات على العلن معروفة أسعار الوزارة وأسعار الوكالة. هذا الفرق بين الاستحقاق والمحافظة. نفهم من حديثك أن العراقي والجانب الأمريكي انتظر كثيرا، ولذلك أنا أقول في تفاؤل مشروط. ننتظر يوم 8 شباط، ننتظر جدي. نحن لا نصبغ الأمر بالسوداوية. هناك إشادة من الجانب الأمريكي، وإشادة من بلاسخارت تحديدا لشخص السيد السوداني بأنه جاد بمحاربة ملف الفساد. ولكن ما يحزنني كثيرا أن يخرج رأس الهرم في السلطة اللي هو السيد محمد السوداني ويقول لقد ثبت بالدليل القاطع أن العراق يتهرب منه 300 مليون دولار يوميا بفواتير مزورة. يا أخي العزيز، أنت قائد العراق، أنت رأس الهرم، لمن هذه الفواتير؟ لمن؟ لدينا مشكلة بقضية هذه الفواتير، وأنها كلها وهمية وأسعارها مبالغ بها، وكان الهدف منها هو سحب الدولار. علي يهرب للجميع الدولار. من هم الجميع؟ هم مشتركون بالعملية السياسية. من هم؟ الفقير يهرب، ذاك يوجه السيد السوداني نصيحته للشعب العراقي عدم اقتناء الدولار واقتناء الدينار. هو أبو ستوتش، العلاقة بالدولار؟
اخي يوجهها لاصحاب المصارف انه ما يتلاعبون. شو العلاقه القضيه؟ ترى القضيه محصوره بالطبقه السياسيه التي امتلكت كل مقدرات الدوله وتغلغلت في المصارف وتغلغلت في كل وزارات التي تسيطر على قوت المواطن، وبالتالي نحن امام طبيب يداوي الناس وهو عليله. الان اذا لاحظت الشخص اللي داونا قبل قليل الذي كان طرفا اخر مع السيد علي العلاق صاحب يا ملف داخل البنك الفدرالي الارهاب والاستخبارات، الارهاب والاستخبارات، هذا صاحب ملف محدد وذكر هذا البيان الموجود عندهم، ذكرت ان الهدف من هذه الاجراءات هو الحد من استهتار الجماعات المسلحه والميليشيات التي تستخدم الدولار كوسيله لبقاء نفوذها وتقويته داخل العراق، وليس حكرا على ايران. نعم اتفق مع هذه الفقره، ولكن ايران لها حصه الاسد بهذا الموضوع. جميع السوار او الجدار المحيط بالعراق هو يعاني من ازمات اقتصاديه وجاي يعتاش على قضيه تهريب النفط وتهريب الدولار واخرها تهريب الانترنت. جيد، هذه نقاط مهمه. خليني انتقل للحديث للسيد جبريل. ارحب بجنابك مره ثانيه سيد جبريل، واريد اسالك بشكل مباشر هسه بغض النظر عن مساحه التفاؤل، هل تعتقد انه تفاؤل الحكومه الحاليه حكومه السيد السوداني هو تفاؤل مبني على معطيات قدمها الجانب الامريكي؟ واريد اسالك عن نقطه محدده في البيان، بيان من الخزانه الامريكيه اللي صدر بعد اجتماع اسطنبول، لماذا ارسل الجانب الامريكي وكيل وزاره الخزانه لشؤون الارهاب والاستخبارات الماليه؟ شنو اللي يعني هذا الامر؟ ما الذي يعني سيد جوزيف؟ اولا شكرا للاستضافه وتحياتي لك ولضيفيك الكرام والمشاهدين الكرام. حياك الله. هناك مسائل تتعلق بالعقوبات الاقتصادية على روسيا، لذلك تجد أن نائب وزير الخزانة الأمريكية تتعاطى في مسألة الإرهاب كان موجودا في تركيا، لأن تركيا تحاول أن تساعد روسيا على قدر الإمكان. إذا كان لابد من أن يحضر أحد هذه الاجتماعات رئيس البنك المركزي العراقي، وهذه يعني مسألة مهمة جدا. العراق في الوقت الحاضر يخالف الأنظمة الدولية لتحويل العملات. هناك معايير دولية متفق عليها، مثلا مسألة السويفت. العراق المفروض عندما يعطي إفادة رسمية بشأن توزيع الأموال فإن هذه الأوراق يبدو بأنها مزورة. في السابق كان البنك المركزي الأمريكي العراقي يطلب من الولايات المتحدة تقريبا كل يوم بتحويل مبالغ ما بين 175 مليون إلى 250 ربما 300 مليون دولار في اليوم الواحد. هذه الأموال هي نتيجة لبيع البترول، وهناك حساب للحكومة العراقية لدى البنك الفيدرالي الأمريكي. كان يتم التحويل من الولايات المتحدة في غضون ساعات إلى العراق. كان البنك المركزي يقول نريد مثلا 270 مليون، كان يتم التحويل إلى البنك المركزي. البنك المركزي كان يبيع الدولارات للبنوك المحلية. البنوك المحلية كانت تتصرف بشكل غير قانوني، بحيث أن قسم من هذه الأموال كانت تدفع لفواتير مزورة. سيد جابريل، خليني أسألك بشكل مباشر الآن، حل هذه الأزمة التي ترتب عليها أثر واضح في الداخل العراقي، حلها مرتبط بإرادة الحكومة العراقية لو مرتبط أيضا بما يبحث عنه الجانب الأمريكي؟ هذا مرتبط بتطبيق المعايير الدولية في التعامل الدولي في تحويل الأموال على صعيد الدول. السويفت يتطلب معلومات معينة لكي يتم تحويل المبلغ من الولايات المتحدة إلى العراق وكذلك من العراق إلى الخارج. عندما يكون هناك أوراق مزورة على أساسها يتم التحويل، إذا هذا يعتبر مخالفة للقوانين الأمريكية وللقوانين الدولية أيضا. الولايات المتحدة تطلب من الحكومة العراقية في الوقت الحاضر
أن تعطي اعتبارا إلى هذه المهمة، بأنك بأن البنك المركزي أو البنوك المحلية عندما تطلب أموالا دولارات من البنك المركزي، على البنك المركزي أن يعرف إلى أين هذه الدولارات تتجه. يعني لا مانع مثلا إذا بدهم يشتروا مواد غذائية، بدهم يشتروا مواد طبية، هذا يعني ما في مشكلة، ولكن المشكلة أن قسم من هذه الأموال تحول إلى إيران وإلى سوريا وربما إلى لبنان أيضا. فإذا من شأن ذلك بحسب القوانين الأمريكية، هي من شأن ذلك أن يساعد المنظمات الإرهابية التي تحاربها الولايات المتحدة. ممتاز سيد جبريل، أنا خليني بهذه النقاط أعود للحديث مع الأستاذ علي. إذا أنت كنت تتحدث عن الصدفة، أنا أسألك ابتداء عن الصدفة، هل ترى هذه الإجراءات التي تحرك بها البنك الفيدرالي الآن هي محط صدفة أم أنه مرتبط بهوية الحكومة الحالية، على اعتبار أن الطرف الذي شكل الحكومة هو مناهض للرؤية الأمريكية، مناهض للمشروع الأمريكي في العراق وفي المنطقة؟ هذا واحد. اثنين، يتحدث لك سيد جبريل أنه الأموال الدولار الأمريكي يهرب إلى هذه الأطراف، إيران، لبنان، سوريا، وبالتالي هذا يؤثر على ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية من أجندة داخل هذه البلدان. شوف أستاذ علي، صراحة اليوم إحنا مع أن يكون النظام العراقي المالي العراقي نظام واسع في داخل العراق، ويمكن التجارة بالقدر المعلوم، يعني يكون الحكومة العراقية تعلم ما هي نوع التجارة، كمية التجارة، الأموال التي ترسل عن طريق الوساطات أو الشركات، المبالغ أيضا تكون معروفة. خلال السنتين الماضيتين كانت الأبواب مفتوحة على مصراعيها. يعني إحنا نقول إيش معنى بأنه أمريكا ما استطاعت أو الولايات المتحدة ما استطاعت خلال سنتين أن تلتفت إلى حالة التهريب الموجودة على المصارف والشركات والمنصات التي يكون فيها جزء كبير وهمية. أنا أعلم بأن هنالك شركات ومصارف ومنصات وهمية الغرض منعتها غسيل أموال، لكن اليوم بعد سنتين تلتفت أمريكا إلى هذا، أنا أقول مو صحيح. اليوم أمريكا مو صحيح لو مقصود مقصود شنو الهدف من هذا؟ الهدف من عدة أول مرة هنالك أسباب ظاهرية وأسباب باطنية. الجميع يعلم بأنه أمريكا لديها الكثير من البنود التي تحاول أن تطبقها من عن طريق من؟ عن طريق إما لي الأذرع أو عن طريق قوانين تسنها أو عن طريق المصالح الموجودة التي ترتبط بها. اليوم هنالك مصالح موجودة ما بين أمريكا ما بين الدول العربية والدول المجاورة للعراق، وأيضا هنالك توازنات عالمية، يعني المعارك الروسية الأوكرانية، تدخل أمريكا ما بين أوكرانيا وكذلك، هاي اليوم كلها موجودة على طاولة. العراق يلعب دورا رئيسيا ودورا محوريا في هذا الموضوع. يعني اليوم إيران لديها ارتباط بروسيا، روسيا لديها معارك كبيرة مع أوكرانيا، أمريكا لديها عداء مع روسيا ومع إيران. الأموال التي تذهب إلى إيران هذا خط أحمر، الأموال التي تذهب سوريا لأن عليها حصار خط أحمر. الأمر لكن إحنا اليوم نقول نحصرها في ذني الثلاث دول، ما هو قال بالبداية، ما هو في الأصل الأموال تذهب بشكل شرعي؟ لا، شوف أول مرة إحنا اليوم ما نقول بشكل شرعي. اليوم إحنا لن نحدد العراق بنوع التجارة. من تقول لي نوع التجارة إذا إحنا لازلنا تحت البند السادس؟ إحنا كنا نخرج من هذا البند. اليوم إحنا إما أصحاب سيادة حقيقية أصحاب مشروع حقيقي واستقلال حقيقي، أو لازلنا تحت الطاولة. أنت ذكرت أسباب باطنية وظاهرية، تحدثت عن الظاهرية، شنو الباطنية؟ الباطنية هنالك أمور هي أمريكا تحتاجها من العراق، من قيادة العراق، مع إحنا هم ذكرناها. قلنا اليوم مثل المعارك التي تدور ما بين روسيا وأوكرانيا، إيران جزء من عدها، كيف حالية الضغط على إيران والضغط على روسيا عن طريق من؟ عن طريق التحويل فرضا، اليمن فرضا، وسوريا في معارك الآن مع يعني أكثر من مثل تركيا، واحدة من عدة من المعارك مع سوريا. أيضا في حالة الشراء والحالة الاقتصاد مع سوريا يوفر فد خط أحمر أمام أمريكا. لكن اليوم قد يكون الأستاذ ما ذكر الأردن اللي هي موقع المخابرات العالمي، ما ذكر تركيا. للعلم وش قال تركيا أيضا مشتركة في هذا الموضوع. خب إحنا ليش ما نقول يهرب إلى الأردن أيضا؟ كل الدول، لكن تحت ذريعة شنو؟ تحت ذريعة الاقتصاد. اليوم الشراء، عملية الشراء
ما مثبتة. يعني عملية البنوك التي تحول أموال بدون على قولتها بدون جعجل. بس استاذ علي اختصر لك الامر قبل قليل انه الخلل داخلي. داخلي انا اقول لك داخلي. نعم لكن ما يتحمل السوداني في هذه الفتره. امريكا استطاعت ان تقول للسوداني يابا عندكم خلل عالجوا الخلل. الان شنو دور السوداني؟ يعالج الخلل لمصلحه من؟ لمصلحه الشعب العراقي. لكن اليوم تقول لي انت انا ازودك باطار تام فقط هذه التجاره اللي عندك تقدر تستورد محددات اقول لك مو من حقك اليوم زين هذا الوصول ممتاز الوصولات اللي مقدمه نقول عليها مزور رئيس وزراء يقول عليها مزورات استاذ علي منو قدمهن اشباح حدث لك الاستاذ علي الامر فيه نوايا ظاهريه نوايا باطنيه هذا واحد اثنين السيد السوداني لا يتحمل ما يحصل الان في قصه سعر صرف الدولار الاعتبارات كثيره وهو يتحدث فيها ايضا انه هذا الصعود لم يكن بقرارا واضح من الحكومة وإنما نتيجة الإجراءات من البنك الفدرالي هو يتحمل في أن يجد الحل تمام حسن هو الحل بيده الحل بيده هو بيد الجانب الأمريكي نفس القضية اللي تجاوبك عليها لا مو الحديث أنه الحل مو بيد الجانب العراقي التراكمات كثيرة والسيد السودان لا يتحمل تراكمات خمس حكومات من مآسي الإدارة اللي شفناها وتحديدا في حكومة الكاظمي ما فعله الكاظمي في سنتين يعادل مآسي كل الحكومات اللي قبله لأنه السيد السوداني شنو اللي يثبت؟ شو هاي مخالفات كثيرة ما انفتح أي ملف ماكو حساب احنا مو انا حكيتها احد زعماء الاطار قال طمطم لي وطمطم لك هي هاي السياسة متبعة علي خلطة العطار مو تعرف انت يعني احنا مو نعرف يعني كل أمة تأتي تلعن التي قبلها هاي السياسة معروفة مارستها الطبقة السياسية بسياسة المساومات مو طلع رئيس احد اللجان مال النزاهه في احد الدورات يقول اخذت معده مليون دولار وسلقت ابو حجل اقول ابو شيء وقال ما سديت الملف يعني على الشعب العراقي ترى بدا يتفقه بالسياسه اكثر من تفقهه في الدين هاي الامور مكشوفه وظاهره للعيان انا اقول صح لا يتحمل كل المسؤوليه وان هذه القضيه والمشكله في مزاد العمله والمشكله في تاسيس المصارف والمشكله في سحب القروض كانت الحكومات السابقه ديدنها الفساد بها ولكن من يملك القرار الآن؟ من يملك السلطة الآن؟ من الذي يتربع على رأس القرار الحكومي في الدولة العراقية؟ ما الذي يقيده بأن يكشف المصارف التي تلاعبت بهذه الفواتير المزورة ويحيلها إلى النزاهة؟ من اللي منعه؟ من يقيده؟ شفنا المعالجات مال نور زهير مثلا معالجات خجولة معالجات مع هيثم الجبوري معالجات خجولة رجعوا فليساتنا حتى ما نحكمكم عم مستندين على قرار صدر مجلس النواب في يوم من الأيام هذا الشعب العراقي ليش خجولة؟ يقول لك أنا جاي استرد الأموال والعقاب يجي العقاب يعني انا ما اطلق صراحه يعني ما اعرف يعني انا ابوك هسه براحتي وش وقت ما لقف ارجع لك البوكته لا ترجع وبعدين احاسب على احد علماء وفق السياقات القانونيه احد اصحاب المصلحه الماليه يقول نور زهير اشتغل بالفلوس وجاب اضعاف اضعافها والان ردها باريحيه ما اثر علي عندما ارجع الاموال ونور زهير اسمع صوتك موجود يتمتع بفلوسنا واموالنا وغيره وغيره علي غلام والقرار مالته وشلون اللغه كثير جرح كبير جدا والقضية أنه حسبانهم الشعب العراقي بعد ما زال مغمض عيونه ما يدري كل هاي الأمور مكشوفة والشعب العراقي يتحمل جزء من المسؤولية شنو اللي وين المسؤولية يتحمل الشعب عدم اشتراكه بالانتخابات صعود هؤلاء الفاسدين على أكتافه بأصوات نعرف إحنا لأن أغلب الأحزاب الآن تمتلك جماهير نفعية منتفعة ليست مقتنعة إحنا هاي ما بني على باطل فهو باطل إحنا عندنا تركيبة قواعد اللعبة يملكها الكبار الأدوات الآن اللي يمتلكها السوداني قادر على معالجة ملف الدولار السوداني جاء الرجل بتوافق وبتوافقات سياسية تثقل كاهله وأنا أذكر حتى كلمة للسيد علي فتلاوي تصريح صريح أنا قرأته بعيوني لا يحق للسيد السوداني إلا عندما يرجع للإطار لأخذ القرارات اللي يريدها السيد السوداني ما مطلق اليد السيد السوداني كل التخاويل اللي تتصدر في الإعلام هي تخاويل إعلامية ليس إلا نتمنى وأنا ذكرتها في هذا الاستديو مرارا وتكرارا أن يحقق السيد السوداني ريمونتادا في يوم من الأيام ولكن السيد السوداني الآن بعدك تنتظر ريمونتادا؟ نعم انتظر ريمونتادا لأنه رجل محير ما بين البندقية الشرقية وما بين الدولار الغربي ما بين الكلمة المشهورة اللي قريتها في يوم من الأيام ما بين الفسنجون والكنتاكي محتار الرجل حقيقة يعني الأمن ليش لازم يختار؟ لازم ما يصير يبقى العراق هيك ما يصير هاي مال قضية مسك العصا من الوسط يعني لو مع الجانب وأن يأتي رئيس وزراء أربع سنين لو مع الجانب الأمريكي يجي رئيس وزراء أربع سنين يقضيها بس لازم الصينية إدارة المي بالصينية هاي ما كنت شيء العراق الآن صح هو ملعب وليس لاعبا ولكن من الممكن أن يعود إلى دور اللاعب إذا استطاعت الإدارة لهذا البلد أن تحوله لهذا الدور أعتقد السيد السوداني مهمته صعبة ما زال يعاني من البندقية الإيرانية
ويعاني من الدولار الأمريكي. يعني حقيقة ذكرت لك النفط يهرب، الانترنت يهرب، الدولار يهرب، الوزارات محاصصة. أنا ذاك قاعد في مجلس وزراء، مجلس يعني قاعد من ضمن وزراء معزومين على غداء، يشهد الله ما أذكر الأسماء. عندهم حيرة بنقل مدراء عامين، يقول وزراء مدير عام إذا حركة تنقلب عليه الدنيا. وزير والله العظيم أنا قاعد، والمجالس أمانات يا أخي. هذا الجرح ترى موجود، لن نظل نجامل ونسوي الأمر وردي. صح هسه الآن الحكومة بالكامل للأخوة في الإطار، ولكن هذه الحكومة بغصة، يدهم أيضا ليست مطلقة. هناك من يترقب لهم من الخصوم السياسيين اللي امتانيهم على الغلطة، بس هو اليوم صاحب قرار ناقم. اليوم هو صاحب القرار، صاحب القرار. هو المشكلة أنه قبل بالمسؤولية على، يعني ما أعرف، مجبور برضاته، والله ما أعرف. يعني منو المجبور؟ الإطار والله العظيم. ليش مجبور؟ أنا أعتبر القبول بهذه المسؤولية في ظل هذه الظروف القاسية هي يعني تقريبا هي أقرب إلى الفشل من النجاح. مهمة السيد السوداني مو مهمة سهلة. مهمة الإطار بإثبات العكس بعد 4 تجارب انتخابية، بعد 5 حكومات متعاقبة لم يكن لها من الفشل، لم يكن مصيرها إلا الفشل. جيد أستاذ علي، هذه نقاط مهمة أيضا سعد بها نجاح. جيد. ما أعتقد يعني خلينا أنا أناقش هذه النقاط بعد قليل مع الأستاذ علي، لكن ننتقل للسيد جابرييل مرة ثانية. وبالمعادلة التي يتحدث بها الأستاذ علي الآن، أن الحكومة الحالية والسيد السوداني بالتحديد هو ما بين الدولار الأمريكي وما بين البندقية الأمريكية والبندقية الإيرانية والدولار الأمريكي. وكان يتحدث أيضا الأستاذ علي الفتلاوي قبل قليل أنه الدولار يهرب إلى تركيا. الجانب الأمريكي يضغط على العراق كثيرا من أجل تحقيق مصالح أو أن يربح ويكسب نقاط في تلك الدول التي تتعارض أو لديها رؤية من المشروع من الأجندة الأمريكية في المنطقة، تضغط على هذه الدول من خلال العراق. لا شك بأنه وضع الرئيس السوداني رئيس الوزراء في الوقت الحاضر هو وضع حرج جدا، لأنه عليه أن يدير سياسة البلد بطريقة سلمية، وإلى الآن يبدو بأنه لم ينجح في ذلك. أولا، البنك المركزي العراقي تم تدريب أكثر من 100 موظف للعمل على المنصة الإلكترونية. هذه المنصة مهمتها أن تعرف كيف تصرف هذه الأموال. 80% من الأموال من الدولار الذي يذهب إلى العراق، 80% منه يخرج خارج العراق. تركيا واحدة من هالدول، إيران، سوريا، عدد كبير من الدول يتم تهريبه بصورة غير قانونية. الولايات المتحدة عندها يعني مهام شاقة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. مثلا الحرس الثوري الإيراني هو على لائحة الإرهاب. عندما تهرب الأموال إلى إيران، هذا يعني بأن الحرس الثوري الإيراني يتمول من هذا الدولار. إذن كيف يمكن للولايات المتحدة مكافحة الإرهاب واعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية؟ كيف يمكن أن تقوم ضد، يعني تعمل لوقف الإرهاب، طالما أن الدولار الأمريكي العراقي يصل إلى إيران؟ هو السؤال الذي يطرح من القوى السياسية في الإطار التنسيقي الآن سيد جابرييل، أنه لماذا في هذا التوقيت يضغط الجانب الأمريكي على تنفيذ كامل الشروط التي فرضها الفيدرالي الأمريكي، في حين أن هذه القضية، قضية تهريب الدولار إلى مختلف دول الجوار، هي موجودة منذ سنوات. صح، التهريب كان موجود منذ سنوات، ولكن كما تعلم الولايات المتحدة تدرك جيداً بأن الوضع الداخلي في العراق غير سليم. هناك ميليشيات تابعة لإيران كانت في السابق تضرب السفارة الأمريكية، تضرب القوات الأمريكية، ضربت آبار النفط في السعودية. إذن يعني إثارة هذا الموضوع في ظل هذه الظروف كان سوف يسبب مشاكل كبيرة في العراق، ولكن في المدة الأخيرة تبين بأن العمليات تهريب الدولار تزداد يوميا، لذلك كان لابد من متى ازدادت من هذا في هذه الحكومة سيد جابرييل؟ هذه الحكومة هي أقرب حكومة للإطار
العراقي وأقرب حكومة مقربة من إيران. يعني هناك وزراء مثلا ميلهم نحو إيران. إذن هذه الأعمال تزداد في ظل هذه الحكومة، والولايات المتحدة عليها أن تتخذ قرار. خليني أعطيك لكن مثلاً. ما موجود الآن في الشارع في ظل المواقف مثلا واللقاءات سيد جابرييل السفيرة الأمريكية في بغداد على تواصل مستمر مع الفريق الوزاري للسيد السوداني وحتى مع رئيس الوزراء لقاءات مستمرة، وبالتالي هذا يعطي انطباع أيضا أن الحكومة الحالية هي أقرب وقريبة من الجانب الأمريكي. الولايات المتحدة عندما تجتمع السفيرة الأمريكية برئيس الوزراء فإنها تطلب منه عدة مسائل. يعني أولا مكافحة الفساد، هذا أمر مهم جدا. ما يحصل الآن في العراق هو جزء من الفساد العراقي. ما تطلبه السفيرة الأمريكية هو الإصلاحات الاقتصادية والمالية في العراق، مثلا ارتفاع البطالة. هناك من يقول بأن البطالة وصلت إلى 40%. مسألة استرداد الأموال المسروقة من العراق، تطوير الاقتصاد بشكل أن يكون هناك اقتصاد موازي للاقتصاد الذي يعتمد على توزيع على بيع البترول. إذن هناك عدة أمور الولايات المتحدة لها مصلحة في أن تجد أن الحكومة العراقية تقوم بهذه المشاريع. إلى الآن يبدو بأننا لم نحصل على أي شيء. ممتاز، جيد، هذه النقاط أيضا أعود لك بها سيد جابرييل، لكن من جديد خليني مع الأستاذ علي. إشارات صدرت بحديث السيد صومة وهي تعبر حتما عن المزاج الأمريكي، الرؤية الأمريكية للحكومة الحالية، ويتحدث عن أن حكومة السيد السوداني هي أقرب حكومة للجانب الإيراني، وبالتالي هذا قد يشكل ضغط كبير على الحكومة الحالية، وربما بدأت من قضية الدولار وعملية الإصرار على تنفيذ كامل النقاط التي يبحث عنها الفيدرال الأمريكي. إذن الجانب الأمريكي لديه رؤية أن هذه الحكومة هي أقرب حكومة للجانب الأمريكي. هذا تحدي، شو رأيك؟ خلال كلام الأستاذ بأنه نرجع إلى الفقرة اللي قلناها في البداية بأنه لا توجد هنالك صدفة. يعني اليوم ما تتحدث به أمريكا هو دليل على أن هنالك استراتيجية معدة مسبقا. يعني أمريكا لم تستطع خلال سنتين وما قبل السنتين أن تجد الشركات الوهمية التي تهرب، لكن خلال محمد سيو الداني استطاعت أن تكشف. رغم بأن محمد شيع السوداني كان أفضل من غيره، يعني في زمن السوداني استطاع أن يعتقل واستطاع أن يداهم واستطاع أن يغلق مصارف وشركات، وضع نظام خاص للتعامل الدولار غيره ما كان يعمل. للعلم غيره اللي هو قبل سنتين كانت الأبواب مفتحة، يعني الحدود مفتوحة، المصارف مشرعة، ماكو شيء حتى لا رقيب ولا حسيب. إذن هذا دليل بأن هنالك أمر معد هو للإطار أو على الإطار من الجانب الأمريكي. من الجانب الأمريكي شنو هذا الأمر؟ الأمر هو أعطى الآن مبررات قد يحاول يلامس بها إحساس الشعب العراقي بأنه إحنا هناك فساد، نحاول أن نقضع الفساد ونالك كذا، لكن هو حتى ما قدر يستطيع أن يقول تركيا من ضمن الأسماء، ما قدر يقول السعودي أو الأردن من ضمن يعني خط النفط وما خط النفط، ما قدر يذكره. ليش؟ لأن هو محصورين، أمريكا محصورة في نظام معين اللي هو سوريا وإيران، غيرها ما عندهم. اليوم فقط عندنا سوريا وعندنا إيران. للعلم أكون فارقات، يعني هسه أنا أتعجب من مثل نقول مرضا أن نحول لإيران دولار. إيران ما هي داعمة حتى فلسطين، داعمة حتى البوسنة والهرسنغ. وأنا شو العلاقة؟ لا بس قصدي هسه ما قلت لك لك علاقة. أنا ما قلت لك علاقة، جاي يقول داعمة، لكن اليوم أنا أدعم من تدعم. خب ما كانت فرنسا تدعم والعراق هم دعمها. الفرنسا كانت تدعم العالم كله، الجيل الكاظمي دعمها، شو ما فتحتوا ملف
تعال عمي انت يقول لك ادعم وفق الطرق المشروع ما عندي مشكله. القصد من العتر احنا اليوم ماكو عمليه تهريب للدولار بالنظام اللي يتحدث به. نعم يتعامل بعض التجار بغسيل اموال. لا هو رئيس الوزراء بنفسه اعترف بوجود قصه التهريب. التهريب موجود. انا اقول لك ماكو تهريب، التهريب موجود. ووضع الرجل اليه لهالموضوع هذا، لكن اليوم ليش انا اجير الاعلام واجير النظره فقط لجهه معينه بين ايران وسوريا؟ عندك الكثير، يعني انتم اليوم تركيا منفذ منافذ كردستان مفتحه، البارحه او اليوم من لزمه 300 مليون او 100 مليون مهربه الى تركيا عن طريق من؟ عن طريق منفذ، زين هذا اليوم يغض النظر عنه، بس انا اليوم لم ارد ادافع عن ايران. شنو الهدف باختصار؟ سيدي الكريم الهدف هو اطاحه محمد شيع السودان او لوي ذراع محمد شيع السودان لغرض فقرات توضع عن طريق امريكا، انتهى الموضوع. منها العقبه؟ معقبه ها مش العقبه إيه؟ مشار رجال ما إيه؟ هو منها اقصد واحد منها نقلط كان المفروض ما يمشي كثير من عتين هسه احنا اليوم قد يكون اكو امور طرحناها من الساعه لكن انا ارجع للجناب السيدنا الكريم بانه يقول ماكو التوازن لا توازنات مطلوبه اليوم احنا يقول لك يختار لو البندقيه الايرانيه لو الدولار تقول لي تختار تختار انا قدمت في معركه داعش ومن فتح باب داعش علي من فتح باب داعش اكو لبيب بالعراق ما يعرف من فتح ما اوباما قال ان نحن داعمين داعش زين من طلبنا المساعده من امريكا ما قالوا 2020 الله نقدر نعطيكم السلاح عن طريق لسان حاكم الزاملي اقول لك من فتح باب داعش ها تذكر حكومه السيد المالكي بالدوره الثانيه من كان وزير النقل سيد هادي العامري نعم. كم مرة أمريكا طلبت من العراق تفتيش الطائرات الذاهبة إلى سوريا ياب العراق جسر جوي أصبح بين إيران وسوريا مش يتحملها العامري مثلا لا نزلت نعم صار تفتيش الطائرات وصارت الأزمة وصار هواية مشاكل بوقتها بعدين دفعنا ثمنها احنا شنو يعني كان يقولون بالطائرات احنا اشترك شو وقت انقطعت المفخخات عن العراق بعد ما هادنا بشار الأسد هذا المجرم هذا العفلقي هذا هذا البعثي من هادنا سيد المالكي ذاك اليوم حكى هو حكاها بلسانه نعم أوكي. سيد المالكي حكاها بلسانه يعني تقصد انه الدور سيد المالكي اللي قامت وزاره النقل في تلك الفتره هو اللي فتح لنا السوريا في ظل انا مقدم شكوى على بشار الاسد بمحكمه العدل الدولي خلي يرد على هالنقاط حتى ارجع احنا اقحمنا نفسنا يقول لك دور وزاره النقل في زمن السيد هذا العام شنو علاقته وزير شلون شنو علاقته وزاره النقل ان اليوم شنو علاقتي انا وزاره النقل طائرات محمد بالاسلحه حرب الارهاب شنو تجينا اللي جاي نعم بالمطارات العراقيه وتتخم العراق وهي ازمه معروفه انا ارجع لليوتيوب هسه انا ارد اعرف منين تجي اقحمنا نفسنا في صراع نحن في غنى عنه سيد الكريم منين تجي هسه الفكره عيف الاشخاص لا عيف الاشخاص لا مو انت الان احنا نحكم انفسنا لا استاذ علي احنا الان نحكم انفسنا الان في صراع اقول لك من ايران للعراق الى سوريا هذه الفكره هسه قبل قليل حكي رجل قدمنا في معركه داعش بعد ايش؟ سيد الكريم بعد ايش استاذ علي؟ بس خلي خدمتك وانا ما الفاس وقع بالراس ادافع عن نفسي اريد هسه اريد ادافع عن نفسي ادافع عن عرضي ما احسن ما اخذوا مثل الايزيديات اخذوه يعني مفخره القصد من عتها اليوم انا اريد ادافع عن نفسي من طلبت انتم الان واضعين قدمكم في العراق وتقولون نحن لدينا قواعد عندك اتفاقيه امنيه زين انت ليش تخليت عني؟ ليش تخليت عني؟ قلت لي 2020 يا الله اقدر امدك بسلاح تدري شنو 2020؟ يعني 2020 صير مثل افغانستان صير من عافوهم الطيارات عافوا جيد اذا استاذ علي القصد من عتها يا سيدي الكريم اليوم ماكو انا لو صير بهالجهه جيد هذه النقطه خلينا نناقشها مع السيد علي اذا فكرة أن يختار العراق إما البندقية الإيرانية والدولار الأمريكي هذا أمر غير وارد لاعتبارات كثيرة يتحدث لك بها الأستاذ علي وبالتالي الحكومة الحالية حكومة الإطار تتعرض إلى ضغط ولنوايا العراق الإقليمية والدولية خلي تكون عندي علاقات متوازنة مع كل الأطراف وين المشكلة؟ قادرين نمتلك هذه القدرة أن نمتلك مستمرين إحنا بهذا الموضوع قادرين أن نمتلك القدرة التي تمتلكها سلطنة عمان قطر دول الخليج عندها السعوديه احنا السعوديه زينه وايران وياك زينه احنا امريكا زينه وروسيا زينه الحقيقه نعرف الحقيقه وللاسف الواعز التاثير الاقليمي موجود حتى بتشكيل حكومه ليش احنا نضم على الشعب ونضم على العالم الفيتو الامريكي الفيتو التركي الفيتو الايراني الكل مشترك باختيار رئيس الجمهوريه الكل مشترك باختيار رئيس الوزراء الكل مشترك باختيار رئيس مجلس النواب العراق اصبح اجنده يتلاعب بها الجميع لاختيار حتى رئاساته ومحسوبة هاي القضية أنا السؤال اللي بعيد عن سؤالك ممكن أسأله الأستاذ علي ذكر ما ذكر عن الكاظمي وما فعله الكاظمي وتهريب الدولار ما الذي يمنع السوداني من محاسبة الكاظمي نقطة على السطر محمي أمريكيا إيه محمي أمريكيا إذا أنتم مستقلين ولا قدر لا لكم قدرة على من اللي يحمي
ما لكم قدره على اداره البلد خارج السلطه. اذا العيف السلطه كريم تلك والله اذا شنو خذ من عندهم مستقلين امريكا وفرنسا. امريكا حكومه مستقله سد لي حكومه مستقله انت مالك حكومه مستقله انت مالك ما عندك هسه ذكرت انت الكاظم اليوم محمي امريكيه انت الكاظم بعد انغادر السلطه الجوحي مشرق عباس الكاظمي كلهم يحاسبون كلهم يحاسبون ويش وقت الكاظمي فرنسا وامريكا لديهم خطة اذا لا نمتلك اراده ليش نحكي احنا بعد؟ بقول لك خط احمر لا تدعون الاراده خط احمر لا ندعي الاراده اذا احنا مو حكومه مستقله انت ما عندك اراده الان انت اموالك مو بيديك انت مو هسه صدعت روسنا الوفره الماليه الوفره الماليه انت ما تمتلك جاي جدي 250 مليون استاذ علي انا سؤال تقول ما اقدر احاسبك على شنو لازم السلطه انت اموالك مو يمك على شنو لازم السلطه انت اموالك على شنو تحكمني اذا ما تقدر تحاسب الباقني على شنو تحكمني طبعا ما يحكمك اذا ما اعترف بحكمك اذا مو اهل الحكم انت القصد بالعتل شنو شو تريد تعود عبالك حاكم لي الكاظمي حرامي القصد بالعتل حاكم لي الكاظمي حاكم لرائد الجوحري يؤسس يؤسس الحكم صحيح رائد الجوحري مراد يؤسس الحكم صحيح استاذ علي رائد الجوحري مراد يسوي التوازنات التي يضغط بها على السودان واحده من دعم تراجع الجوحري في يوم من الايام سيدنا مرخصتك واحده من الامور التي تضغط بها على السوداني بانه كاظم الكاظمي ما لك علاقه به من الجانب الامني حاسب للمصارف المصارف جاي المتابع جاي حاسب المتا اتحداك تعطيني اسم مصرف انطلق مصرف خمس مصارف سيد اتحداك مصرف انطلق واحد صار فوق الشهرين هسه انا جاي اقول لك انا هذا اليوم تحدي من عندي لا حتى بيان الخزانه الامريكيه فيه اشاره الى راحوا الامن الوطني راحوا الامن الوطني مجموعة صيرفات بيان الخزانه الامريكيه يعطي اشارات ان الجانب العراقي بدا ينسق ويتعاون مزاد العمله مزاد العمله انغلق مو ابوك الله يرحمه لانه كان منبر ما مصارف واحده من العتنقاس منبر ما فساد هسه نتذكر اعطيني الان خمس مصارف خمس مصارف قبل شهرين انغلقت غلقه المتابع مدري انت لا تعرف اقول انت والله معروفين كل معروفين يعني كل المصارف تابعه للاحزاب يا اخي الاهليه غير والله العظيم اتحداك انت رجال فقير راح اسس لك مصرف يلا انا ياك نقدم على تاسيس مصرف وعدنا بس انا ما اعرف انا بيني وبين الله ما اعرف انت اطرحها حوالي بقره حلو انت اطرحها انا اطرحها بعد ليش اذا تخاف من اسم تخاف من اسم انا خاف على اسم تخاف منه اطرحها خلي الشعب العراقي جاي يقول لك جاي يقول لك حاسب لك كاظم الكاظم تريد امريكا تقول لك يابا هذا لا تحاسب بس هو كان المفروض يحاسب لا تخاف استاذ علي كان كل الحديث عن ان المالي الكاظمي سيحاسب في حكومه الصين يحاسب الكاظمي يحاسب لديه الكثير من الملفات الموجودة يحاسب لكن الآن يحتاج إلى صبر الآن ملف ولا ما صرنا صارنا 20 سنة صبر شنو 20 صار لك 3 أشهر سجن عمي أنت حاسب على فترتك على حكومتك لا حاسب سؤالك الثاني نفس الحاكم لا هو نفسكم قوم النار زيد هسه هذه نقاط أرجع لها خليني أذهب من جديد إلى السيد جابرييل في قضية ضيعت الوقت بهذا السجال بيناتكم علي وعلي سيد جابرييل خليني أسألك بالنقطة اللي كان يتحدث بها السيد الفتلاوي عن تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي يشعر أن الجانب الأمريكي يضغط على حكومة السيد السوداني من أجل تنفيذ بعض النقاط التي كانت حاضرة مثلا في فترة السيد الكاظمي والدليل أنها بدأت الولايات المتحدة الآن تضغط بشكل مختلف التهريب كان موجود على مدار الفترات الماضية وازداد بشكل كبير في حكومة الكاظمي لكن الولايات المتحدة لم تتحرك وإنما تحركت الآن وبالتالي الأمر هو مرتبط في الجهة السياسية الماسكة في السلطة الآن والوضع أصبح أكثر تعقيداً في الوقت الحاضر لأنه 80% من الأموال التي يطلبها البنك المركزي من الولايات المتحدة 80% تذهب إلى الخارج يعني إيران، سوريا، تركيا، لبنان، أي دولة أخرى هذا الأمر إذا بقي كما هو من شأنه أن يشكل مثلاً الأستاذ علي يقول لك ليش ما يتم الحديث عن الأردن التهريب إلى الأردن فقط التهريب إلى إيران وسوريا أو أي بلد آخر يعني تهريب المال يجب إذا تحويل الأموال من العراق إلى الخارج يجب أن يتم بحسب الأصول القانونية الدولية المتعارف عنها لذلك أوجدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية نظام للسويفت يعني معناتها بإمكانك أن تحول أموال إلى أي بلد من دول العالم ولكن التحويل يجب أن يتم بصورة قانونية هذا ما تطلبه الولايات المتحدة ما فيك تجيب سند مزور وتقدمه لمؤسسة السويفت من خلال البنك وتقول لها أريد أن أحول هذه المبالغ إلى فلان بنك يجب أن تكون التحويلات تتم
بصورة قانونية، هذا ما تطلبه الولايات المتحدة. خليني أعطيك مثال. باخرة محملة بنفط إيراني موجودة في الخليج العربي، هالباخرة لا ما في عليها علم ولا في عليها اسم لا شيء، ولكن محملة بنفط إيراني وهي باخرة إيرانية بالأساس، تذهب إلى مرفأ في الخليج، مرفأ عراقي، وتطلب من الإدارة هناك بأن يعطوها سندات مزورة تقول بأن مالك هذه السفينة هو عراقي، وأن البترول الموجود على هذه السفينة هو بترول عراقي، ثم تذهب هذه السفينة وتبيع البترول في الأسواق العالمية. هذه أمور يعني بلد مثلا لو من دول العالم الثالث اقترف هذا الجرم يعني ممكن الواحد أن يتساهل معه، ولكن العراق بلد حضاري، بلد غني، عنده يعني موارد طبيعية هائلة، لديه في الوقت الحاضر في البنك الفيدرالي الأمريكي بحدود 100 مليار دولار، قلما تجد دولة في العالم لديها هذا الكم، هذا المبلغ. يجب أن تحترم سيادة العراق، ويجب على المسؤولين في الحكومة العراقية أن يتداركوا بأن أمور من هذا النوع لا يمكن أن يعني تسير بحسب الأصول. يجب على الحكومة أن تحاكم المسؤولين الذين يعطون. قصة محاكمة المسؤولين سيد جابرييل، ما الأهمية التي يشكلها السيد الكاظمي رئيس الوزراء السابق للجانب الأمريكي حتى تمنع عملية المحاسمة كما عبر عنها قبل قليل السيد علي الفتلاوي، أن الجانب الأمريكي يعتبر السيد الكاظمي خط أحمر؟ الحكومة الأمريكية وإيران كانت في السابق يعني يهتمون في من يأتي رئيسا للوزراء في العراق. في هذه المرحلة بالذات أمريكا ما كان إلا ضلع. السوداني إجا للحكم بقرار عراقي وليس بقرار أمريكي. إجا للحكم بقرار إيراني وليس بقرار أمريكي. يعني التوازن اختل في هذه المسألة، ولكن على الرغم من كل ذلك الولايات المتحدة منفتحة للتعامل مع حكومة السوداني على أساس أن يقوم بإصلاحات جذرية في العراق. يعني لا مانع لدينا من أن يكون السوداني رئيسا للوزراء طالما أنه يعمل على لمصلحة العراق وليس لمصلحة إيران. لا أنا مقصده من السؤال سيد جابرييل أنه لماذا يهتم كثيرا الجانب الأمريكي في منع محاسبة السيد الكاظمي كما عبر قبل قليل السيد علي الفتلاوي، أنه الولايات المتحدة تمنع محاسبة الكاظمي على ما اقترفه من فساد في تلك الفترة. فعلا الكاظمي يعتبر نقطة مهمة للجانب الأمريكي حتى بعد خروجه من السلطة؟ هذه مسألة تعود إلى القانون العراقي والقضاء العراقي والمسؤولين العراق، البرلمان العراقي. يعني هي مسألة داخلية أمريكا، شو لها دخل إذا ما تمت محاكمة الكاظمي؟ هذه مسألة داخلية، القوانين العراقية ترعى ذلك. ولكن أمريكا ليس بإمكانها إحالته على المحكمة أو إحالة السوداني. هذه مسائل تتعلق بالداخل العراقي، البرلمان العراقي هو الذي يقرر. واضح هذه النقاط. خليني أرجع بهذه النقطة بالتحديد للأستاذ علي، محاكمة أو محاسبة السيد الكاظمي لا دور للجانب الأمريكي فيها، القرار والإرادة والقانون هو بيد الجانب العراقي. شو أستاذ حسين، أتمنى عن طريق لسانك تسأل لي جناب الأستاذ بأنه اليوم ينظرون إلى الإطار التنسيقي هو الأقرب إلى إيران. إلى إيران، شو نظرتهم إلى التحالف الثلاثي؟ سيد جابرييل تسمع هذا السؤال؟ نو ما سمعت. بيتحدث لك أنه أنتم تعتبرون الإطار التنسيقي أو الحكومة الحالية هي أقرب إلى الجانب الإيراني، السيد علي الفتلاوي. صح. يريد يعرف رأيك بالتحالف الثلاثي الذي أراد تشكيل الحكومة قبل الإطار المكون من التيار الصدري ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني ومن تحالف السيادة. لك أمريكا ما عندها فيتو على أي شخص عراقي يكون رئيسا للحكومة طالما أن هناك أنظمة داخلية
البرلمان ورئيس الجمهورية في مسألة تعيين رئيس الوزراء، هي مسألة داخلية أمريكا، لا ما عندها فيتو على أي شخص. ولكن طالما أمريكا عندما تجد بأن النظام أو الحكومة العراقية لا تراعي مصلحة البلد، تمام، هناك مشكلة واضحة سيدي. يعني مسألة الفساد إن كانت على أيام الكاظمي أو قبل الكاظمي، هذه مسألة كان يجب على الحكومات العراقية أو البرلمان العراقي أن ينظر بهذه الأمور. جيد، واضح سيد جابريل. خليني أستمع للسيد علي، إذا سمعت له هذا الرأي تحدثت، ما عندنا مشكلة. لا سيد، مو صحيح الكلام، يتكلم بدبلوماسية أنا يعني من حقه، لكن لا، أمريكا صاحبة يعني قرار في هذا الموضوع. أولا الكاظمي خدم الولايات المتحدة خلال سنتين خدمة كبيرة. شنو خدمها؟ كثير، مثلا واحد كثير ما نريد نتطرق بين هم عليه ملفات موجودة سوف تظهر لاحقا، ما نقدر نظهرها الآن. أعطيني مثل، أعطيني مثل، يريد مثل سيد جابر. ما أقدر أعطيك أستاذ الكريم، ما أقدر. لا أعطيني مثل، عم تتهم إنه خدم مصلحة أمريكا، أعطيني مثل. هسه احنا ما يحتاج انا اعطيك مثل، يعني اليوم اكو واحد يختلف عن بانه الكاظمي ما خدم امريكا، يعني ما يحتاج لها مثل، يعني اصغر عراقي يعرف بانه الكاظمي كان بموافقه امريكيه. لكن انا شو اقول بما انه يقولون بانه الاطار التنسيقي هو اقرب الى ايران، زين ما كان التحالف، ليش ما التحالف الثلاثي تشوفه اقرب الى امريكا؟ التحالف الثلاثي، التحالف الثلاثي اصلا هم باركوا هو الموضوع، هم اللي باركوا. هسه هو نفسهم وياك، هو البرزاني وهاي نفسهم وياكم. القصد من عندها، القصد من عندها. اليوم احنا شو نقول؟ يعني خلاف بس في الاطار، هم يعني قصدك؟ ويا الاطار بس مو نفس الحلفاء، بس الاطار نفس الحلفاء. لا شوف ترى يعني بس الاطار عداوته، بس الاطار، الاطار يعتبرونه قريب الى ايران. وشكوا بها احنا شو نقول؟ احنا قريب من ايران. اقول لك ليش لا نفتخر احنا؟ ليش مو قريب؟ قل له انا قريب، لا نفتخر الى ايران. اول مره دعمتنا وقفت ويانا في احلك الظروف اللي هي امريكا تخلت عنا وعافتنا. فلذلك شو نقول؟ نقول يجب ان تنظر امريكا الى مصالح الشعوب العراقيه، لا تنظر الى مصالحها اولا. انا اشكركم جزيل الشكر ضيوف الكرام. اسم القافي الامين، لا منا ولا منا، الشعب بتانيهم. انا اشكركم جزيل الشكر، ثانيه تصفر رئيس حزب واثقون السيد علي الشريفي، شكرا جزيلا. وعن تحالف الفتح الاستاذ علي الفتلاوي، شكرا جزيلا. ومستشار الرئيس الامريكي السابق السيد جابرييل صوما، شكرا جزيلا لك ضيفي عبر سكايب من واشنطن. ودائما اشكركم انتم سادة المشاهدين على طيب وكرم المتابعه. الى اللقاء.